لانني الان انا بعد ما نبهتني انت لهذا الامر، انا مانيش جازم باللي هو اللي راه يقول في هذا الكلام، وبالتالي ما لازمش نحمل عليه، نعم نتخذ منه موقف على اساس انه هو اللي قال، ما عنديش نعم الحق. نعم فهمت؟ ولذلك بارك الله فيك اللي نبهتني. لكن بالنسبه لتاثير قضيه محمد الوالي على الجيش، يكذب عليك يقول لك باللي عندها تاثير، كلام بن سديره هذا ما نديرش عليه طول، لان بن سديره الغرض من كل كلامه هو تبليغ رساله بقايا الديرات اللي ما عندهم حتى سلطه في السلطه اصلا، لا في الجيش ولا في غير الجيش. وانا نزيد نخبرك، بن سديره ما عنده حتى علاقه باي طرف داخل السلطه، طرف رسمي ما دار يشتغل، كل علاقاته مع المطرودين ومع اللي راهم خارج السلطه، يستغلون علاقاتهم ويبتزون الناس، ممكن الناس اللي راهم في السلطه يدوا عليهم معلومات ولا يدوا عليهم اشياء ويعطوها لهم، لكن داخل السلطه لا احد من السلطه نعم. عنده علاقه به. يعني نعطيها لك اديها من عندي رسمي. نعم. انا سولت على هذا الامر بصفه رسميه وتاكدت باللي ما عنده حتى علاقه باي طرف، ويهم في الناس بانه عنده علاقه بناصر الجن وعنده علاقه بجبار مالنا وعنده علاقه على اساس انهم بكري كانوا في الديارات وانهم توفيق، كلام ما عنده حتى اصل. والناس هو يوهم الناس بذلك، هو نفسه لا يصرح بذلك ولكن يحاول ان يوهم الناس من خلال كلامه بذلك، وهو ما كانش منه.